الجديد ديالي، وهو أننا الآن بصدد تهيئة اللمسات الأولى على مسرحية جديدة تحت عنوان حاجتي في جريني، اللي هي من تأليف الأستاذ الكبير الشاعر حسن نجمي، وكذلك إخراج الأستاذ عاجل عبد الإله. كذلك هناك مسرحية المقال الأخير اللي احنا بصدد يعني بصدد جولة في المملكة، اللي هي كذلك من تأليف الناقد السينمائي الأستاذ حسن رايز، وكذلك إخراج عاجل عبد الإله. والحمد لله هناك يعني مقترحات على صعيد السينما وكذلك على صعيد التلفزيون، إنما مازال باقيين كنناقشوا الأمور. هذا هو الجديد ديالي. بالعكس أنا شاركت في سيت كومات ومسلسلات، يعني الحمد لله الحضور، يعني لست بغائبة، وأنا أعتمد على يعني الجودة أكثر من يعني أنتقي أعمالي يعني بشكل احترافي وبشكل اللي أنا اللي غادي يريحني، يعني ما يمكن ليش أنا غادي نبقى نستهلك بزاف. وكيف كيعرف الجمهور أنا أدواري شوية يعني دائما الأدوار ديال المرأة المثقفة، ديال ملي بديت في شرح ملح، مسرحية شرح ملح اللي لعبت فيها الدكتورة أمال، يعني هذو الأدوار دائما ملتصقة بيا، المرأة المثقفة، أستاذة، طبيبة، محامية، دكتورة، أي ميدان عنده خطوط حمراء، أي ميدان، لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال الفني ولا في المجال الثقافي ولا في المجال أي حاجة، هناك خطوط حمراء، هناك بزاف ديال الحاجات، لأن ما يمكنش الفنان يدير كل شيء، كاينين هناك كاينين خطوط يعني ما يمكنش.